تلقينا الخبر كيف فاجئ ما فهمنا والو. انا فاش قالوا لي ما صدقتش كنقول لهم لا هادشي مستحيل مستحيل. يعني الاخت ديالي كانت صحيحه في صحيحه هو كي يعني كيبان نورمال. مشات عنده مرات الاخ ديالي قالت لك يتصرف معاه عادي عادي. من بعد كيقول انه قتلها وقتل ابنه ديالها راه حشومه هادشي يعني اه نافسه. وكيفاش كي والديه كيقولوا انه قلنا لها سيري ما تمشيش معاه. علاش ما تعيطوش لوالدها الدريه باقا صغيره؟ علاش نتوما اصلا ما جبتوش الدريه قلتوا لها سيري بحالك ولا عيطتوا لوالدها يجي يديوها؟ علاش ما عيطوش لدارك والطبيب كيصرح لكم انه ما مريضش؟ كتقولوا انتوما فاهمكم كتقولوا انه ما مريضش. ما فهمتش واش باغي تثبتوا انه مريض؟ انتوما عارفين ولدكم قتال باغي تثبتوا انه مريض؟ هادشي راه ما يمكنش. اختي راه عندها 6 سنوار في الكاراتي وباك بلوس 2 يعني ما جاهاش فاس. قتلها ضربه الغدار قتلها ناعسه ولا شي حاجه. وكيقولوا ان اختي كترقي. اختي ما كترقيش. اختي اصلا هي كانت كترقى. كيفاش واحد هو كيترقى غيغرقي الناس؟ راه ما يمكنش هادشي. دابا كنحمل المسؤوليه ديال انا كنحمل يديه الوالديه هما الاولين. كنحمل المسؤوليه لوالديه كنحمل المسؤوليه القيد ولا مع الشيخ ديال تما اللي عارفين ان السيد مريض وما جاوش جا معيطوا لوالديها وما انه ما علموش. هما اللي كنحمل المسؤولين هما الاولين الاولين والاخرين في هادشي. انا كنطلب من السي الحموشي ياخذ لي حق اختي حنس واحد غيدوز 20 عام وغيخرج وغيعاود يدير نفس الجريمه ديالو غيعاود يطبقها نفس الجريمه غتعاود تطبق ثاني. علاش حنا ملي كواحد كيقتل وكيتقتل وكيتقتل علاش ما كتحكمش بالاعدام ولا معبد دوز 20 عام ويخرج باش يعاود يدير نفس الجريمه ثاني؟ راه حشومه هادشي. الرساله ديالي الاخره كنطالب انه تاخذ حق اختي وحق بنتها. بغيت حق اختي يبان. وهذوك الناس كنقول لهم الله ياخذ فيكم الحق. كما ضيعتوا بنت عندها 23 عام وبنتها باقا تما عندها 40 يوم. انا يدخل الحبس ويخرج بغينا يتعدم. اه بغينا انا كنطلب شي يخرج يدخل ويخرج. ده ارهابي اصلا ده ارهابي. واحد الكلمه قالها لمرت الاخ ديالي راه ماشي ديال واحد انه ديال واحد ما عادي. انا هذاك الكلام ديالو ارهابي. قال لا قتل واحد خاصو يقتل كل شيء. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. كما سمعتم متابعينا الكرام الامر يعني حقيقه يعني محزن جدا لان كنشوفوا هنا العائله. انا ما قدرناش ندوروا الكاميرا اتجاه المجموعه ديال العائلات هنا اللي ديال الضحيه اللي توفات مسكينه باقا صغيره ايضا وباقا بالبنت ديالها ما كما قالوا الناس مازال ما فرحوش بها. يلاه عندها 24 يوم يعني لا حول ولا قوه الا بالله. كما سمعنا الان الاخت ديال الضحيه اللي توفات اللي اقتلها هذا المجرم كما قالت هي على اللسان ديالها بعد ما صفها لها هي والبنت ديالها والعم ديالو وايضا الاخ ديالو ايضا حتى هو حاول ينقض عليه. الان راه مازال تيرقد في حاله خطيره وحرجة في الإنعاش بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة. لا نعود إن شاء الله مع أي مستجد ما إلى اللقاء.